أنا تسنيم من الأردن، أنا معارضة لأطروحة روسيا دمرت سوريا، فمن المعروف أن الحرب السورية بدأت في العام 2011 واستمرت لعام 2015، ولم يكن هنالك حل للأزمة سوى الحل العسكري، حتى تدخل النظام الروسي في نهاية العام 2015 لينتقل الحل من عسكري ليصبح حلا سياسيا بعد أن أصبحت سوريا خاوية على عروشها. وفي كما بين تقرير نشرته منظمة الهيومن رايتس أن هنالك خبراء روسيين وضعوا بين يدي الرئيس بوتين تقرير اقتراح يوضحون فيه بتشكيل كونفدرالية بين الدولة الروسية والسورية، وبهذا الاتحاد بين الدولتين السياسي والعسكري يوضح أن أي اجتياح على الدولة السورية يعد اعتداء وإعلان حرب على النظام الروسي. وشكراً.